بعد عدم إجراء انتخابات في نهاية 2021 كان في أمل أنها تجري خلال هذا العام في 2022. لماذا؟ أو سؤال، لماذا لم تجري الانتخابات حتى الآن تحديدا في عام 2022 رغم مرور سنة على المهلة الزمن على مكان موعد إقامتها وإجرائها، ويفترض أنه مدة زمنية كافية لحل أي عراقيل أو مشاكل تواجه إجرائها؟ شكرا لهذا السؤال، لكن من المهم جدا التلويح إلى أن أهم الأحداث التي وقعت خلال هذا العام الذي شارفت ساعاته على الانتهاء، أهم إجراءاته في أنه كان ينتظر أن تقوم انتخابات مع نهاية السنة الماضية في 24 ديسمبر، لم تجرى. صدر قانون عقيم من قبل السيد عقيلة صالح، وكان قانونا معوجا، وكان يراد منه أن يصدر بحيث أن لا يطبق، لذلك لم يكن به تشاور مع مجلس الدولة من زاوية، وكان قد أولج أيضا القتلة والمجرمين كحفتر من زاوية ثانية، وكان قد سمح أيضا لسدنة النظام السابق ولابنه بعملية الولوج إلى هذه الانتخابات من خلال قوانين معوجة لم تنص صراحة على حماية ما ضحى من أجله الليبيون في ثورتهم 17 فبراير، وحاولت قدر الإمكان التمديد والتمطيط وأنتجت ما أنتجت، مما حمل إلى استمرارية أيضا المشهد الهلامي والمتمثل في أنه نعم تم زواج ما يتعلق بالحكومتين، فأنتجت حكومة ثالثة من خلال جنيف، نعم كان رئيسها السيد ولا يزال السيد عبد الحميد الدبيبة، لكن في المقابل مجلس النواب وهذا الصفاب الذي ربما بقى لأشهر ليس إلا بل لعله أيام، هذا قد عكر بحكم أن السيد عبد الحميد الدبيبة لم يتوافق مع عقيلة صالح، ولذلك أنتجت حكومة جديدة برئاسة السيد فتحي بشاغة. ما بدا واضحا ايضا، خسر الليبيون الانتخابات، فشل المجتمع الدولي لاشهر طويله في ميلاد حل من خلال استفادة الصوره واضحه. عفوا دكتور، عذرا على المقاطعه، استفاده من وجود حضرتك ايضا لضيق الوقت، وبما انك تحدثت عن المجتمع الدولي، انتهى العام مع بيان بدا لافت او مفاجئ لبعض الناس، بيان رباعي يتحدث عن ضرورة توافق الليبيين لإجراء انتخابات وإلا سيكون هناك ضغط أو نوع من فرض الحل عليهم. كيف حضرتك قرأت هذا البيان؟ إلى أي حد يظهر جدية فعلا في من المجتمع الدولي مثل ما وصفته حضرتك بإنهاء الأزمة الليبية؟ في تقديري أن سبب الأزمة الليبية بنسبة أكثر من 90% مصدرها دولي، أي الدول المتدخلة في الشأن الليبي تدخل سلبي، ولذلك هي لا تريد التوجه إلى الحل بقدر ما تدير إدارة الإشكاليات والاستمرار بنفس الوجوه والمضي قدما من أجل تحقيق مصالحها، والتي لا تتعدى 3 ملفات: استمرارية تدفق النفط والغاز خاصة بعد إشكالية الدب الروسي وحربه على أوكرانيا، استمرارية والعمل على أن تكون ليبيا شرطية لإيقاف الهجرة التي تتجه إلى القارة العجوز في أوروبا، وأيضا محاربة الإرهاب والذي نجحت فيه ليبيا أيما نجاح بحكم رجال أو بحكم ما ضحى به الليبيون 779 شهيد و 3500 جريح في عملية الرجال، عملية البنيان المرصوص التي احتفل منذ أيام الليبيون بذكرها 6. ومع هذا وذاك المجتمع الدولي أيضا في المقابل يدعي أو لعله يصدر بيانات، ما بين الفينة والأخرى يصدر بيانا، ومن ضمن البيانات التي كان آخرها قد أصدرها بضرورة أن يكون هناك توافق ما بين مجلسي النواب والدولة لميلاد قاعدة دستورية، ومن ثم قانون الانتخاب، وإذا لم يحصل فسيحصل. جيد أن يكون هناك لهجة قوية ومرتفعة إلى حد ما، لكن الأجود منها العمل على تطبيقها. لقد لوح المجتمع الدولي عدة مرات بضرورة أن يكون هناك عقوبات للمعرقلين، لكن لم نرى عرقلة ولم نرى عقوبات على حفتر ولم نرها على عقيلة ولم نرها على غيره في هذا الواقع الأليم. واقع أيضا أنه قد تم بعد أشهر من التأخر وجود السيد عبد الله السنغالي الذي عين بعد تأخر كثير من المجتمع الدولي في ظل تناقض المجتمع من ناحية تركيبها، أي مصالح دوله الداخلية والتي كانت جزء منها اعتراض روسيا حيث لم تعين ستيفاني ويلمز، مما جيء بالسيد عبد الله. هل يستطيع؟ أعتقد بأن إجراءاته لا. سنسألك عفوا دكتور، سنسألك عن استشراف العام 2023، وحضرتك حتقولنا الاستطاعة سواء الجهود أو أفاق الجهود الدولية وأفاق إجراء الانتخابات واحتمالاتها، لكن إذا سمحت باختصار وتركيز، كان في ظهور مفاجئ في نهاية العام أو الساعات الأخيرة من العام كما وصفت حضرتك لسيف القذافي، هاجم الجميع، قدم نفسه كمخلص ربما أو منقذ للليبيين من الأزمة السياسية.
نعم هناك خروجي ثلاثة الجهات قد خرجت. سيف القذافي وهو مطلوب للعدالة الدولية يحاول قدر الإمكان أن يخرج بعد هذا الإشكال ليقول إنني منقذ، في حين أنه سبب الإشكال هو ووالده المقبور، وهو سبب المشاكل في ليبيا، ويريد أن يرجع إلى الحكم بدل أن يكون منزويا أو قارا في الصحراء، لأنه مطلوب محليا ودوليا ومحكوم عليه بأحكام ثابتة. لذلك لزامنا القول بأن ذلك من أجل إرباك المشهد ومن أجل الإعلان على وجوده مرة أخرى، ومن أجل القول بأنني رقم لا يستطيع أحد تجاوزه، ومن أجل أيضا أن تكون الدول الداعمة له مدركة بأنه يريد أن يتوجه إلى الحكم من أجل حكم مصالحها، بحكم أنه مدعوم من قبل روسيا ومن قبل بعض الدول الثانية. الزاوية الثانية والشخصية الثانية المثيرة للجدل والتي هي سبب إشكال ليبيا أيضا، ألا وهو حفتر، عندما قام بخطاب متوعدا مترهلا محاولا قدر الإمكان أن يبعبع وأن يحاول قدر الإمكان القول بأنني موجود كرقم فلا تنسوني بعد تناسيه لفترة طويلة، وهو عسكري مطلوب للعدالة أيضا، قام بغزو الغرب الليبي وقتل الآلاف في تشاد وقتل في غيرها وقتل في بنغازي وفي غيرها من المدن، وعندما حاليا حقيقة قام بخطبته الأخيرة في مدينة بنغازي يحاول أن يعطي الفرص كما هو عودها الأصفار، ولذلك يحاول ساعة الصفر، والآن هي تكلم عن فرصة أخيرة. الشخصية الثالثة ألا وهي شخصية السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حيث أن المجلس الرئاسي لم يعرف له حراك كبير خلال المدة الماضية، لكن في الأيام الماضية قام بزيارة السيد بايدن بالولايات المتحدة الأمريكية واجتمع به، وأيضا خاطب جامعة الدول العربية واجتمع بمسؤوليها مطلقا مبادرة مؤداها إمكانية الاجتماع بالمجلس الرئاسي والمجلس المجلس الأعلى للدولة بمعيته، أي أنني يجب أن لا تنسوني إذا توافقتم فأنا عرض واضح. مرة ثانية عذرا عن المقاطعة ولكن لضيق الوقت والاختصار، الآن السؤال الأخير لو تكرمت باختصار وتركيز قراءتك استشرافك للواقع الليبي ب 2023، يعني مثلا هل سيكون الذهاب للانتخابات، هل سيكون الذهاب إلى قاعدة دستورية وحتى استفتاء على الدستور ثم انتخابات، هل سنرى توافق، كيف تتصور العام القادم في ليبيا؟ في تقديري أن المشهد سيظل ضبابي إلى مدة حتى ربما يكون في بداية مارس، ثم إن المجتمع المحلي والدولي مجبر على ميلاد شيء محدد في تواريخ محددة، وعلى أن الأجسام يجب أن ترحل، ربما يلد أيضا مجلس النواب والدولة قاعدة حتى غير قابلة للتطبيق، لكن قاعدة دستورية أو بداية قانون انتخاب، لكن في المقابل أيضا المجتمع الدولي سيجد نفسه مضطرا إلى ميلاد لجنة جديدة تتوجه إلى وجود حكومة وتتوجه إلى ميلاد قانون انتخاب وأيضا التوجه للانتخابات، لكن هل يتم إجراؤها؟ هل يتم قبول نتائجها؟ هل ستجرى على كامل الدولة الليبية؟ هل ستكون هناك حكومتين أم حكومة واحدة؟ حقيقة الأيام حبلى، لا ندري ما تلد، نتمنى أن تلد للجميع ليبيا والعالم خيرا بإذن الله. العزيز دكتور محمود إسماعيل الرملي والباحث المختص بالشؤون السياسية من ليبيا، شكرا جزيلا لك، شكرا على المشاركة، جمعة مبارك، نهارك سعيد، بتمنى أنها تكون إجابة إيجابية على الأسئلة اللي طرحها، بتمنى أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار والأمن والأمان.